قلت لحضراتكم انه في بشرة سارة. انا بحب دايما ابدا بالاخبار اللي ليها علاقه بالخدمات الجماهيريه، واكتر خدمه ممكن الواحد يقدمها في الدنيا لواحد واحد بيعاني من مرض معين. مرض السكر انتوا عارفين ان هو مرض سخيف ولعين، لانه مرض بيلازمك طول العمر. انا عارف ان هو الحمد لله مش مرض مميت ومش مرض قاتل، بس مرض عارف زي اللزقه الانجليزي كده، يجي لك بعد الشر فيفضل لازق فيك طول عمرك ويطلع عينك بقى ويجيبك نوبه سكر ويجي لك كبوط ويجي لك ضغط ويجي لك كل حاجه في الدنيا بسبب السكر ده. وقال الله واياكم شره وشر كل الامراض يا رب، وشفى اجسادنا من الجراثيم. النهارده البشرى الساره بتقول ان مدينه زويل للابحاث العلميه والتطبيقات التكنولوجيه ومركز الكلى توصلوا مع بعض الى علاج مش عارف اسمه ايه الحقيقه، مش عارف اسمه ناناوي ولا نينوي ولا كذا، بس انتوا عارفين الموضوع بتاع تقنيه او الاسلوب اللي اسمه النانو تكنولوجي، اللي هي تكنولوجيا النانو. النانو اللي هي اقل من الميني، مش عارف الحقيقه، ما اعرفش ان هم كمان الحاجات دي عامله زي الجيبات في الميني والميكرو، فلا في التكنولوجيا بقى في الميني والميكرو مش الميكرو، النانو. النانو ده كان اسمه ايه الدكتور بتاع النانو؟ كان اسمه ايه؟ مش فاكر، اللي هو كان بشعر ناعم ده. ايه؟ اي كلام. لا ماشي. طيب اللي هو الراجل اللي جه من بره ده وكان مسرح شعره وكان طول الوقت بيكلمك عن النانو تكنولوجي وبيتكلم بالطريقه دي. طب هنفتكره مع بعض. طيب. معانا الدكتور محمود جبر استاذ علم الخليه في مركز الكلى. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك. الله يسلمك. انا بحييك وبحيي الساده المشاهدين. انا اللي بحيي حضرتك. وكلمني عن هذا الاكتشاف وقد ايه ممكن يؤثر على اختفاء مرض السكر باذن الله. الاكتشاف هو ثمر التعاون ما بين مركز الكلى بقياده الاستاذ الدكتور محمد احمد غنيم رائد زراعه الكلى في المنصوره في الشرق الاوسط كلنا عارفينه، وجامعه زويل، واحنا مهتمين جدا بمرض السكر. واحد العلاجات اللي احنا يعني بصددها هي ان احنا زي ما احنا عارفين ان في علاجات كتير بيبقى لها تاثير محدود، ولكن بالتعاون مع الدكتور ابراهيم في مركز زويل تم التاكد من ان عندما يعني المواد دي يتم اتحادها مع جزيئات صغيره بحجم النانو بيكون تاثير هذه المواد عظيم جدا، وبيكون تاثيرها بيمتد لفترات طويله. وهو ده اللي احنا قدرنا ان احنا نعمله في ماده معروفه ومعروف ان لها تاثير كويس على مرضى السكر، وماده السينمارين، ولكن لما تاثيرها كان بيبقى محدود لما يتم اتحاد ماده السينمارين مع جزيئات النانو بيكون تاثيرها وصل ان احنا قدرنا ان احنا نوصل مستويات السكر للمستويات الطبيعيه. ممتاز ممتاز. طيب ده ممكن المواطن دلوقتي او المريض اللي بيسمع كلام حضرتك طبعا مش هيبقى متابع قوي التعبيرات المتخصصه والدقيقه دي، لكن اللي هيسالك هيقول لك في النهايه امتى هتطلعوا دواء اقدر اخده يشفيني من المرض. الدواء هو يعني هو موجود وهو سيف وممكن استخدامه، هو ماده السلمارين او اي ماده ثانيه يتم تداولها في السوق ومعروف ان هي لها تاثير وتاثيرها غير ضار. كل ما اللي يحصل ان احنا يتم اتحاد الماده ديت مع جزيئات النانو، وهي ايضا مواد غير خطيره ولا تضر بالجسم، فبيكون تاثير الماده ده يعني يكون تاثيره اكبر وعلى مدى اطول من غير استخدام جسيمات النانو. تمام. فاكر يا دكتور اسمه الدكتور اللي انا بكلم عليه اللي هو اول واحد كان جه من كام سنه كده وقال موضوع النانو ده شعره اسود ناعم كده، مش فاكر اسمه ايه؟ لا والله احنا يعني يتم التعاون مع دكتور ابراهيم الشربيني، وده استاذ كبير وله الفضل في يعني تاسيس الماده دي، واحنا يعني كان في جزء كبير من الجزء العملي اتعمل في مركز الكلى في معامل الابحاث بقياده الدكتور غنيم. شكرا جزيلا دكتور جبر، وهنتابع مع حضراتكم تطور هذا الاكتشاف العلمي اللي تم بالتعاون ما بينكم وما بين مدينة زويل للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.